وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا كما دخلوه أول مرة
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
وَكُلَّ إِنسَانٍ
كتابا منشورا. اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك ونخرج كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا متر فيها
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا كان سعيهم مشكورا
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
بالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
لتعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يبسط الرزق لمن يشاء
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا.
ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع من الحكمة.
لكم ربكم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً لبذاً أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل
له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والليل إذا يغشيها والسماء ربهم بذنبهم
صدق الله العظيم.